المشكلة اللي يعني يمكن اختلفنا عليها أن يسجل الطالب نفسه كباحث عن عمل للحصول على إعانة التعطل. هذه لم تكن مشكلة قط في البحرين، لا ولا في العالم، ولا في التشريعات الدولية. التشريعات الدولية اللي استعرضها كلها تأكد على بأن الشخص اللي يسجل للإعانة للحصول على الإعانة متوفر للعمل، يثبت جديته بالالتحاق بالعمل متى ما توفر العمل، يقبل فرص العمل المناسبة، يبحث عنها بجد واجتهاد. هذه موجودة في كل دول العالم، لأن أنت لو تبي تقول أن أسجل الطلبة كعاطلين عن العمل في البحث للإعانة، عندك في البحرين 45,000 طالب. فالتفريق بين حقه في العمل جائز وحقه في التسجيل كباحث عن عمل وعاطل يدخل ضمن عدد العاطلين في إحصاءات التعطل من أجل الحصول على إعانة التعطل أمر لا يجوز، لأنه يعطي يعني حتى نسبة العاطلين في البحرين ترتفع إلى 4-5 أضعاف بدون أكثر من ذلك، يعني إذا عندك عشرات الألوف من الطلبة. المشكلة حصلت هالسنة إن أثناء العطلة الصيفية عندما يتخرجون أبنائنا من الثانوية العامة يسجلون كطالبي عمل باحثين عن عمل، وفي نفس الوقت يقدمون للجامعات للحصول على فرصة دراسة. بعضهم اللي يقبلون في الجامعات يتم بعدين تسوية أوضاعهم، يشطب من كون باحث عن عمل إلى كون طالب. فالمعايير اللي ذكرتها أخوي أبو بدر في المادة 17 أعطت الوزير وأعطت الوزارة وضع الضوابط ووضع الأمور حتى لعدم الاختلاط بين في الباحثين عن عمل بمجال استحقاق الإعانة وليس حق العمل. البحريني يستطيع أن يعمل أينما شاء ومتى ما شاء بدون أي قيود ويحصل على كل الحوافز المتاحة. هذا هو بس الفارق، لأن إحنا لو سلمنا الآن ومن سنين من بدأنا في 2006 إلى الآن ما حصلت مشكلة في هذا الموضوع. الآن بس فقط بسبب وجود عدد من الأشخاص اللي صار فيه نوع من التداخل، يتم تصحيحه حالا، وما في أي مشكلة في هذا الخصوص.